السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. الحين عاد الجمعة كلها نزلوا، وقلت أتفيق أسلم عليكم ورمسكم أعطيكم أخبار العلوم كلها زينة وأخباري كلها زينة. والحين أبوي خلصنا من تريجي، وإن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين بنصير حين ملبورن. طيارتنا الساعة 11:30، وبس نرمس وياكم خلاف إذا الله رب. يلا شي تبون؟ حد منكم يعمل على شيء؟ لو شيات ولا في كل الأحوال برمس وياكم من المطار. داني السلام عليكم. How are you? Very good, how are you? هذا ابوي داني المسؤول عن البناية واللي يجر وكل شيء. Everybody is asking about you. Oh, hello to everyone. Yes. This is your son. Hello. Nice to meet you. He's mashallah working with his father to help him and everything. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. يا حليله هاي ما يطلع شوف ويش لنا هالباص هاللي تشوفونه يودينا المطار. احلى شيء في السفر يوم تسافر وحد يشيل عنك المسؤوليه في الترتيب وفي السيايير وفي الشحن وفي الاغراض، تسير ابدا خفيف ما عليك اي مسؤوليه. الحمد لله هم داقين ابوي صدورهم وقالين نحن منيح. عاد هم ما بعسب ما بحب ان مبلج السواد عيوني، هم ابوي لعنة وان اسوي شيء اني يعني عن يسوي شيء في تاخير ولا شيات ما يتشلون. لان نوخذه هو عاده يتحمل اي اخطاء او اي شيء يكون هو المسؤول، فلذلك ابوي الحين هم ابوي تنوخيده عندهم وانا ابوي هلا فاكلني بالصدع والديانه بيا برو برو. هي والله مطارهم بخبركم هذا داخلي فنان والله مرتب، يعني مطار عادي مش فخم يا غير فنان. حلو والله مطارهم هذا بعد من داحين دخلنا داخل الحين سايرين يدورون مكان بيرسمون اللونش مال هلب البزنس، روح عازلينه على يمك والله فنان مطعم يعني. وعادة اللونش يكون أول ما تدخل هاي صالة هلب البزنس، غير صالة هلب البزنس في مطاعم الداخلي عزولة على يمك ميدن يعزلونه. عادة المفروض يحطونهم أبويها في الواجهة، حاطينهم أبويها بالجلي بالجلي. المرأة يلا تعيش ويا ما تشوف. قام استقبال مالهم هاي شعار شافتني على وين اصورها نقمتني، لكن نقمة خفيف خفيف يعني ما بدنا ما يازلها يازلها يعني. شفت اللي جيتك عم ما تقول ما جيتك يعني ما بدنا يازلها ولا بدنا ما يازلها. ما علي بغلطه شو تصورت على غفلة. أحلى ما في مطاراتهم ومكانهم حتى لو شيء رسمي كلمة هاي وكلمة مرحبا مرحبا عاد مالنا نحن وهاي مالهم هم في كل لحظة تنقال وين ما تجبل وين ما تصد في ضيوفهم كل يتبسم يعني غير عن باقي الشعوب. يعني شعبهم ما شاء الله وايد تحسبه مرحباني. يمكن أنه بعده ما يتم الطبقة اللي تزعجهم من بقعتنا، نحن ترى شايف بقعنا ناس مزعجين أكيد لو خليت خربت يعني أكيد شيء ناس مزعجين وناس مريحين، لكن نسبة للإمارات اللهم لك الحمد يعني الأغلبية وايد زينين. الأغلبية يكاد يوصل الرقم إلى 98% أو أكثر، فلذلك وين ما تصير تعرف من يعرفون انك انت من الامارات تسبق الابتسامه. الحين توري تتبع في الاسانسير نازل من فوق في الليفت والله يبقى اليابانيين من قلت لهم من فروم يو اي ابو دابي دبي دبي ما شاء الله وهم اهل كبيرو هيا شوي هو حرمته قالوا نحن من 30 سنه اني هالبلاد اني اظني تبع جولف او شيء من هالقبيل يلعبون فبعد زيني وحليلهم.
الناس كلها وبركة وخير وبركة وزينة العرب. إذا أنك أنت تغدي زين تحسن علاقتك ويا العرب ويا اللواد وين ما تصير، أي إنسان سفير دولته، أي إنسان إماراتي سفير لدولة الإمارات خارجها. فلذلك رجال أي إنسان بيتظهر من الدولة مفروض أنه يمثل الدولة، فمفروض أنه يكون سلس بشوش حشيم راعي مذهب وعلم وخبر، يغدي يصون بلاده يرفع ويتقيد بنظم قوانين البلد المضيف. أنت ساير حين عند عرب في بلادهم ساير ضيف، ويا أديب كن أديب، يا أديب غلط صح، يا غريب كن أديب. لازم تتقيد بقوانين البلد اللي أنت ساير لها. في أي بلاد مذهبك وقانونك وعلمك وخبرك خلّه في بلادك، من تصير البلاد اللي من غير شم عمرك ومش على ما هم يبون، ما على ما أنت تبى، لا على ما هم يبون، لأنك أنت ساير لهم، ما حد زقرك، واللي ما ينزقر ما يتوايد. مدامك بتصير عند العرب لازم تحترمهم وتحترم قوانينهم، مثل ما نحن نعزر عليهم يوم بيونا لا تنشون فاصيخ بالمولات ولا تسوون يورو منكر ولا تسوون ولا تسوون، وكلن يقول هي والله ان شاء الله. فلذلك انت كذا الامثال، انت حب خيار عن الوادث اي جنسية كانت اي عرق اي دين اي مذهب، لازم تتقيد بقوانين البلد. اللي تسألني موظفة يعني شفت توزع لي بتسامات، قلت لها عاد انا ما اصور وتي العلم وهالخبر، وانتو شعب ما شاء الله مضياف وهالابتسام يعني ما شاء الله عليكم. فانبسطت قالت بما معناه ان مسروره ان تسمع رمسه النمونه يعني. فالشكر والحمد وايد مفروض انك تشكر حتى على الابتسام، شكرا للابتسام، حتى للابتسام تشكر، ما بلازم يعطيك الآدمي شيء، حتى للابتسام شكرا، لأن هذا يعطيك انطباع وايد جميل وايد جيد. فلذلك حط عمرك أنت تسوي خير وما حد يشكر عليه، الابتسام ترى هذا خير وهذا فعل معروف. الابتسام كنا أعطي منك شيء صدقة، ديننا يقول الابتسام صدقة. خلاص الحين ظهرنا من المطار وهاي الطيارة ما اسم الطيارة بيرجن، بيرجن استعارهم خرمة شي ساحرة شال العلم، ساحرة شال العلم، ساحرة شال العلم، هذا الشعار. الأمور طيبة، الأمور طيبة. وربعتنا قوم حسن عتيج ما شاء الله، شباب قوم حسن عتيج رميتي وش اللي وياهم أظن عندهم شيء منطقة مال الشباب ما تسمى في ملبورن. تمنا رمست قال لي طيارتهم بيطيرون المغرب، إن شاء الله نلحق عليهم إن الله راد. شوف أي طيارة تستعملها من عقب طيران الاتحاد أو طيران الإمارات لا يجي في عقلك إنها بتصلح لك أو بتنزلك، اللي غيرنا تيوزنهم. شو السبب؟ لأن نحن نقول ما تصلح لنا الصوالح، لأن أول ما استعملنا وأول ما أخذنا وأول ما ركبنا ركبنا أخير شيء. فلذلك أي شيء تشوفه من عقب الأخير يغدي ما يتشاهل، اللي من غير اللي ما تتشاف للحمى يتعيب من الريح، اللي ما تتشاف للحمى يتعيب من الريح. يا غير أبوي نحن شفنا للحمى، وهب أي الحمى، للحمى الترفة، للحمى اللي حتى غير تحرها مسك وبياضها تغدي كانها حيب، بياض للحمى هاي الحمى اللي نحن ضارين عليها، اللي من غير ابوي ضارين ابوي على الشيء اللي ما تشاهد. الحمى تحرها الحبال كمبار ميطني وميطك بخيب يعني، الإناء هاي اللي يزاز اللي ورا بس اللي يستلي اللي لونها بنفسجي بس فقط ناقيه، ولا وانا نحن في القص من جدام. شوف أقولكم الله يا بوك ما تسواها تفطع، الله يوصلنا بخير وصحة يا ولنا خير شيء عندهم يا ربنا نسخ العطاء. تبالي قاديت هاي يخلق الخيمة جدي جدي والجدي.
جدك قال قال وين قالت أبي العزيز دخل يا قالت تعبوا ذا كتر طيارة قال جد جد جدي باي عليكم بداية الله استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه يا كل من سكن موجود حاليا بويا في بوست وإلى اللقاء إن شاء الله وياكم عقب ثلاثة يوم اللحد إن شاء الله نسير ونرد ونلقطكم أنتم بخير وسهالة والطلبة والمقيمين والوافدين واللي يتعالجون واللي يدرسون واللي يتكشتون كلكم يلا الله يحفظكم يلا نشوفكم إن شاء الله يوم اللحد وانتم تريونا اللي في ملبورن تراني جايينكم يلا مسافة الطريق طرنا تراني شو مازينها شوفوا مازينها مازينها هالبلاد يا حافظ على هالبلاد يا حافظ يا حبيب أظن نحط طرف الثاني ولا هاي بلادنا احنا هناك وين ساكنين اعتقد هاي وين البنايات اخذنا نص ساعة اظن الطريق لا ما اظن هنا يمكن جهة ثانية اظن جهة ثانية يمكن بنايتنا ما اشوفها يقولون اطول بناية عندهم هاك هاي يزيرة مرة مشاهد السيل سبحانك يا بلاد جميلة جميلة بلادهم ما تتفوت ورخيصة رخص الكرام بالنسبة لأوروبا أرخص عن أوروبا بلك 600 ودية أقول لك ليه تصرفي في أوروبا أسبوع يسدك شهرين في هالبلاد من سكن وأكل وشرب والله العظيم إني ما شاء الله على رسالهم مقوى أحرب وأنا في شب السمع اليوم الحين ياس أصور لكم أقول في خاطري ما بي شيء أنا أبوكم أقوى رسالكم قد ما شاء الله تراني إيه والله ما توقعت إنه بيوصل أنا والله سويت أقوى عن تحت أقوى يوم عن نكون في الأرض إيه والله وأغمي على هالدعبة من يسكرها الخورة هالبرغانية يبغى هتسكير بس نص ساعة يبغى غزل رقم واحد عادل ما بي غزل تسكرها من الرأس للرأس من الراس للراس من البر للبر اسميك بدأ اسميك اللي بتطبع سمكان ما يدري شو السمك اي والله هاي الراس هذا اظني شيء مساكر عندهم بحر ما اشوفه ما اشوفه ابوي قاعد مسكر مساكر ما اظني شيء حرام ينها ما تنعافى لله ما زين ما زين غابات ما زين ابوي يا حد ما زين مكانه كل شيء حد إلى الحمد الظروف العود ما دانيها والبارحة يابولنا ضلوع ما الحرب ما اللحم خرفان هلا مكاتله شو بقولكم والله يا أبو ودك تاكله بلي طباخ يعني ريحة لحمتهم فنان عيل يقول السرالي لكن بخبركم أظن اللي يقولنا يا الإمارات والخليج العربي الاسترالي أظن هذا المنهج مرة خطف عليه مضى عليه من العمر عتية مرة ليشو بن مرة شوهن لنا أظني بالعشو ايش أقولكم حمدت يا غير مسجد أقولكم بحتى خنينة ايش ترعى في هالمراعي ما قلت غادي خنينة لا لازم بوي لحمهم بي غادي طيب كان هالمراعي الخضراء وهالمياهة اللي غير زلال لازم بتغدي الحمد تبشم طيبة شفت البارحة اللي صورتكم يا في وين هالشلالات ما شلالات شو بقولكم حتى هذا الشير الطوال الطوال اللي قلت لكم مال البيبات مال الكهرباء حتى هذا يبغى عق شيء ثمر شرات الكستنة لك على كبر راحة الجث شي خنابيل شفت خنابيل الحنبل لكن على طول الذراع على طول الذراع وفيهن كل بذرة كبر راحة الجث على لو طيح على مسلم بقت راسه ما ادري الله بسلم العرب اللي ساير جايين اي والله الواد اللي ساير جاي في الغابه هذيك اظني لو طيح على راس حبه بتخبر تجيل والهروز غير فنيال وزنها اسوي عن الفنيال اقولكم نحن تقريبا وصلنا اظني ظلنا خمس دقائق وبعد تنزل الطياره أو سبع دقائق
كبرنا والحين بنحل يا ما ظهرت رقعة بيضة في الأرض كل هالدنيا خضرة غبتا خضرة من ظهرنا لين الحين على ما تشوف على ها شوفوا كلها نمونة ما شفنا نمونة ترابهم شقايل رمرت ما عرفنا شقايل نمونة من طرنا لوصل ما يندرى ثلاث ساعات تقريبا على هالمستوى تشوف الأرض يا غير ما شفت شيء بيضة ولا ملحة لا صباغ لا نكابين لا طقوس لا رملة لا همك الله لا هم يحزن طول الدرب من ظهرنا والحين على وجه الوصول سبحانكم قبل شوي نزلت هذا أحيس بحط الطيب أحيس هذا بحط الطيب ظهر رقم Please now return to your seat and ensure your seatbelt is firmly fastened. بارك الرحمن الحين بحط هذا مال التوقيت اضطرنا كم ونزلنا الحين بالمسلسل السبب في مال كلها غلط يقول لك يا مت الوحده سجيع الواحد يا سلام جميع الواد المفروض تسمع سجاد او انها تبوي عيال ما شفت على تشوف البوسنة والهرسك والكويت تشوف الشلالات حتى ابوي هالبلادي شفت الدنيا كلها اللهم لك الحمد وصلت لين السويد والنرويج ما خليت بقع يا غير انا في بقع لازم بطريها شي خسري في البوسنة والهرسك انسرت البوسنة والهرسك وشفت شي غازلي بصور انا غير اللي شفته بصوره وبطري ان كان زين بطري وان كان شيء بطري شيء بطريقتي اللي هي ما فيها شيء انك تطري شيء شيء بتجريح يعني اقول شيء ما بعيل سعادة حط عليهم السكين حرهم وحرحي شيء وبس ما بلازم تظهر العيوب الدنيا هنا البلاد فنا لينا حين هاي اللي تونا ظاهرين عنها اللي هي جولد كوست فوق عن الزين زينة اللي شفته هنا شيء طبيعي ما شفت شيء وايد لما وحي له ثلاثة أيام تبرد الحين فردتنا من عقب ما نجلس ثلاثة أيام أربعة أيام الحين في ملبورن برد بنجلس بعدنا أربعة أيام فيها جولد كوست قبل ما نسير هاي البلاد الثالثة غير حين حد الحاضر على ما أشوف الدنيا زينة عشي خير عن شيء مدام الخضرة والجو الفنان واللطافة من العرب شو بعد تبخي عن شيء الحمد لله هاي القناة بعينها البنات هذا الغني طماعة هي والله أقول لك عاد الطبيعة والمناظر اللي في نيوزيلندا ماشي إشاراتها في الدنيا العودة إن شاء الله عاد أسبوع لي سيارات نيوزيلندا الحين تدرون بقول كلمة نيوزيلندا في السناب اللي خطب لغير أنسى الاسم يعني ما يحضرني وحين رديت بكارت سألت عبد الرحمن داري سألت عنه أقول شو اسمه قال نيوزيلندا بالرغم أن نيوزيلندا مشهورة كل حد يعرفها وأروح يعرفها وسامع عنها وكل حد يقريها من ربع وصداني بسارة لغير أنا الأسامي ساعات أنساها فلذلك إذا سألت ولا بدي تسوي فلوس ما بخاركم الأسبوع الجاي بنسير نيوزيلندا إذا رجعنا بحي والحين يقولون حتى يوصل من ملبورن وكل نصيح من هالملبورن يقولون كل البلاد غير عن الثانية ما شيء فيها بينها عامل مشترك إلا الاسم اسم الطائفة ككل يعني ظنكم شيء راضي رحماني ما ظني شيء راضي رحماني كلهن مخططات من ظهرنا لين وصلنا كلهن الأراضي مقزوزات كل حد قازل لبقعة كل حد قازل لبقعة
أكيد الحكومة قاست لهم، يعني مستحيل تكون رحمانية، راضي تكون رحمانية قبل ما تكونها حكومة أو قبل ما يكونها تخطيط ولا شيات ولا هاي كلها راضي رحمانية. الأول بسنين الأولية يوم الناس بدوا شرق وغرب ولا شيء حكومات ولا شيات، يا البلادمي وروحه شخط بالعصا حط له رجزة في كل مكان وخيد أبوي مكان له ويلس شبك. الحين لا، ما شيء راضي رحمانية، لازم عن طريق البلدية وعن طريق الحكومة وعن طريق المعازيب، هم اللي يعطوا معطي الله، معطي الله سبحانه وتعالى خير المعازيب والحرب والمعازيب. هم تتشرع القوانين في الحكومات وتتشرع النظم، واللي يستحق عطوه واللي ما يستحق مثلا عنده قالوا أبوي أنت عندك ليش يعطونك ولي ثاني تغير عن العرب، أنت ما فيك محتين ويعطونك بقعتين، لا حالة حال العرب، وين ما يعطون العرب بيعطونك أنت بغير. إذا أردت أن تطاع اطلب المستطاع، هذا بالنسبة للعرب اللي عندنا الآن. والبلادين اللي مطير ظني إلا شراتنا، ما كنا تشوفون مزارع وأراضي من غير بيوت وشعبيات وفلان وشيء منطقة فيها بنايات ومنطقة فيها زارعين مسيبلة وشيء جت وشيء حرية وشيء خضرة وشيء حبوب وشيء قمح وشيء طحنة الزمان، كل شيء على ما تشوفونها ما في الحاضر مدح. هذا ما تشوف هذا وين شفته الحين الطين، هذه أول قطعة فيها طين، أرض طينية حمراء، أظني هاي محروسة بتنزلع أو يتريون يبذرونها ما تعرف شو سالفتهم، واللي طالبين حد طالب عليهم نوع مشير معين يعني إنه حبوب معينة يعني، ويحرثون الأرض يحطون لها سم لين تموت الحشائش اللي فيها. وين الشون يبذرونها من نمونة الحبوب المطلوبة، ويتايون عادة من يجيهم الوسمي، الوسمي ما ظني يبني عندهم وسمهم ما يبني، كل يوم لهم موسم ما شاء الله تبارك الرحمة رب عطاهم ما نسان. يا الله يا رب تسجين الغيث، تسجين الغيث يا رب العالمين، انت ارحم الراحمين وبلاد المسلمين كلها يا رب أبلا لها تسجي بلاد المسلمين كلها. يا الله يا الله مشيركم وصلنا لبلاد، هذا منظر ملبورن من فوق على ما تشوفوه. كان هالتاية طيارة شوي ولا يتروالي شو تشوفون التصوير تاية شوي، تاكم تشوفون التصوير تاية عرفون الطيارة تاية تاية هي لازم بترتاية فيها لكو 600 آدمي لازم بترتاية الطيارة غابوت. على ما تشوفون قانونهم حضرة ولا يتروالي حضرة لو فرضة، هذا شوف بالله عليه حضرة لو فرضة، ما ظني ما أشوفها زين أظني حضرة، أنا تحرى ما يعرفون هالحضرة، أنا بعرفون باحثين كان عندهم حضرة والله أنهم باحثين أرض الله. إيه والله حضرة شريتهم كان حد هيئ ما على ما تشوفون. لا سلام يا سلام يا سلام، شوفين أضحك سحاب هنا الشعب كل فلان، والأجانب اللي نحن يعني عبارة عندهم أجانب الحين ضيفان يسكنون بقرب الأنهار، شو هالك الأنهار كلها والبنايات نحن هناك في نصها سكننا، شو هذا الشعب مالهم كل فلان وبيوت شعبية حالنا من حالهم، نقول كل صقر يصقر في دارة. يوم يجونا نحن جماعة الأستراليين يسكنون في الشقق وكل المال أجار، ويعني يغير في بلادهم شو ساكنة التب شو لكم ستتحرون انتم، شوف الله عليكم ما زين بلادهم. ايه حاضر يا حبيب، الأول يوم ابو ظبي كنت مسافر بقعة شرق ولا غرب
يوم من فوق من تشوف بيت كله ليتات ليه حليل هم عريس ما يدري ابنه عرسه يبين والله الاول سي الاولي قبل ما تشجون الدنيا ليتات تعتذر الاول بيت المعاريس يبين مسيرة اول ما تجبل الطيارة على ابو ظبي شفت بيوت المعاريس يبين سبحانك يا رب والحين يا ابوك بيت المعاريس ما يبين شو السبب لان كرت الليتات شعبيات فيها كهرباء والشوارع كلها ما شاء الله كلب على هالاساس ما يبين الليتات مال المعاريس اول بعد ما بالليتات ليتات البلدية تشتش البيت من فوق لين تحت كل الليتات بلاش نعم والله ليك اللي تصير ابوي البلدية تقول ابوي بيعرس ولدي ولا بتعرس بنتي ماتوا عابهم لطرشوا العمال رزوا ابوي يميع الحديد اللي مال الاعلام يميع النشور دور مدار الفريج زين وشتشوا بيت من اول لين اخر وقيطنوا قدام البيت كل بيت اللي هنشر نشر ووصلوا البيبات عشتش الدور ما سووا شغلات العبود ليتات خضر وحمر واصفر وما لا 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 من كل شيء كل لون يغير زري فطو تغدي غدي البيت غير حمارة تسطوط ترى هشب كبره صليج ريج غدي ترى وصلنا بس عليكم يلا بنرمس خلاص هي شوف مرحبا حي هالعلم حي هالعلم حي هالشو حي هالزين حي هالشيف يا حاب والله انك تشرفين هالمطار اللي تهبطين فيه حرام يا انك تشرفين اسميش طيب اسميت طيارة لا صار بوي قبل سولة بيصير عقبك ما بكفو بوي اي طيران في الدنيا العودة يغلب بوي طيران الامارات ولا طيران الاتحاد شوفوا شكل طيران يوم يتي طيار يوم تنزل في مطار وتلقط قدام طيارات الاتحاد ولا طيران الامارات مطارهم يغدي زاهي روح يزهى روح المطار تيشرات الزهوة يزهي سبحانك يا رب سبحانك يا رب العالمين اسميك يا نشر الامارات روحك تزيد البلاد رونق تزيدها فوق عن زينها زين البلاد روحها زين حليله يا لندا حليله يا لندا الاول ما شيل المطار جنت الناس كلها تصيح الحين ابوي بابا وعلى بيضك بيض لك 600 بلاد ابوي لك 600 بلاد ابوي في البلادين كل بلاد ابوي غير عن الثانيه معلومة أبوي لندن تختلف لندن غير لندن ما ششرت بلادي وضارين عليها عيوزنا هذه وما نصبر عنها دبة الحياة دب الحياة ما نصبر عنها يا غير كل بلاد ولها رنقها ولها ذوقها ولها ترتيبها ولها علمها ولها أخبارها يا غير لندن أكيد غير 100% من غير انا ما اقول لندن ما غير لندن هو فرق السمع على كل يسدك راحتك النفسيه وبلاد ضرينا عليها من استوت الدنيا لين اليوم فلذاك انت ما تشبه لندن باي بلد لندن عباره كان يوم تظهر من لندن يجيك شرات الحزن كانك مفارج حد غالي شو السبب ضرينا عليها وما تعيب عن لندن اي بلاد في الكون هذا ردا على اللي يقول والله لندن غير اكيد لندن غير نحن ما نقولكم لندن مش غير اكيد لندن غير فرق السمع على الارض ولا شيء شرات بلاد لندن لندن بكل ما فيها ناس حين من يقولون عنها ما ادري شو غالي اكيد غالي كل شيء ولا شيء ابوي هناك ابوي كل بلاد ولها ترتيبها ولها لها نظامها ولها قانونها انت ما تقدر الحين تقول ابوي سكنه البطين شرات سكنه المشرف ولا سكنة زعبيل شرات سكنة الخوانيج لا هذه كلها بلاد واحدة ولا سكنة خورفكان شرات سكنة الشارج لا هذه كلها بلاد واحدة يا غير سكنة الخور وصحية ليبال تختلف عن رطوبة الشارج وبراد الشارج وبر الشارج وبر الديد ورملة الديد شو بقولكم ودبا يعني كل بلاد بوية ولها لها شيء يميزها
شارات الطوائف، شارات البيوت، شارات طباخ الحريم روحه يختلف من حرمه. لي ريال ما اخذت 4 حريم، كل حرمه طباخها يختلف عن الثاني. وهنمونه ابوي البلادين اللي من غير بلادين، هنمونه كل بلاد تتميز بشيء ما تروم انت تشرك العالم كلها. معلوم هذا زين، كل انسان حسب ذوقه، حسب انا اشوف كل ارض الله خير وبركه، كل ارض الله خير وبركه، يا غير شيء يميز عن شيء. جاركم الله بس عليكم هذا. هذا سيرنا تونا واصلين الحين، هو المكان على ما تشوفون فندق بلاد من كبرى. لين الحين بلاد من كبرى بلاد، يعني شو أظني الأكبر هذا بلادهم في ملبورن، ما أظني شيء كبرى فندق، إيه لأن الوفود وما أدري شو ما أدري شو كلها فيه، فلذاك أتوقع أنه ما شيء أكبر عنه. وينه؟ هل اللي رفع يديه؟ هل اللي رافع يديه؟ تعرف الرجال؟ والله مليون مرحبا بالشاعر. والله مليون مرحبا. أبوي هذا أبوي أكبر شاعر عندنا، شاعر من المخضرم، شاعر أبوي، شاعر الأمراء، شاعر الوطن، شاعر 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 الملوك، شاعر الزين كلي على الله يحفظك. الله يسلمك. لغويسي على الله يحفظك. الله يسلمك. بعد شفناك اليوم ونحن مسافرين. عد شوفك العادي. خاوينا. لا أبوي أنا توني جاي الحين. تبغى خاويك؟ توني بعد يبين سبي كم يوم. لا لا زين زين. شاعر كيف أنت؟ طيب الحمد لله. والنمر اللي جاي ينعسر. وتحياتنا على متابعينك الكرام. يا الله يحفظك. أبوي عبارة عن تحية للشعب كله. الشعب كله انت روحك، الشعب كله عندك في تيرك. الله يحفظك. الله يسلمك. مليون مرحبا ابو عتيد. الله يرحبك عفاظ. كيف حالك اخوي؟ كيف انت؟ مو بشغال العدار. ايش لا لا شغال. لا شغال لا لا، ها تليفون ولايتي. ولايتي ابو ما يعوض. علوم ابو محمد لغات مليون. الله يسلمك. عاد ما جيت الا ونحن رادين. اقول لك عاد. يا حين حاسس. هاي الدنيا حد معلي وحد سنة. نمدد يومين لاجل عينك. يا الله يحاسبك. زار نبو زاري هو زار الرابع هني. ايوه يا فضايح. 17 يا الفضيحة. ظهر ابوي ظهر. صور الريال هذا. ترى هو نبو زاري وزار الريال هذا. كلكم فيكم البركة. الله يسلمك. يا الله يحفظكم. عيسى هنا في الريسبشن يسوي تشيكن. قطع الشباب الفنان كلهم ابوي هالدار، كلهم ابوي هالدار. ابوي هذا عجيد القوم. وعتيج وعتيج ما شاء الله هو قابض ابوي شاوش الحرب هذه. على الله يحفظه يبارك فيه. يلا مع السلامه شباب، مشكورين وما قصرتوا. على الله يحفظكم. حجرتي اللي اعطوني اياها ريحتها جقاره، ريت جقاره كاني يالس في طفايه. نزلت لهم تحت قال ابوي الدور هذا كله مال مدخنين، انتم ما قلت ابوي ما تبون غرفه مدخنين؟ قلت الحين ابوي انا قلت شو رايكم؟ قال ابوي تريع الحين بنغيرك من حجره اللي دخل المدخنين الى غرفه مش مدخنين. ما طلبت الا وجهت يا ابو محمد. لا عاد ما قالت ابو محمد حليله. والحين اشوفها يا سها التعبل بالتليفون، ان شاء الله ان الله بييسر بتلقط لي غرفه تغير عن الغرفه اللي انا فيها هذه. دقم ريج أقولكم كني ساكن في طفاية، حرام يعني كني ساكن في طفاية. ولا الفندق غرفة لغرف يعني تشرح الخاطر، الرقي لي في الكون كله فيه، الرقي لي في الكون كله في الغرف هذه. بشيركم الحمد لله لبطولي حجرة في الدور الـ11، لأن الدور الثامن هذا كله دويخة، حطني ابوي في الدور الـ12. ما شاء الله. ابوي انا وين هذا؟ ابوي اكرم انه فندق. هذا فندق تحرونه انتم؟ هذا اللوبي. هذا ابوي داخله مول، داخله طحنة الزمان. يا ربي يا هو فندق.
في الشلالات وفي الانهار وفي العلم وفي الخضر. يا سلام سلم على هالفندق. اسيني بقيل ايوه كل فلان والله قيل هذا هو. اقول انك بتي الفندق هذا بتظهر اكرم اكرم على شارك انك بتظهر ابوي. ابوي هذا بلاد روحه بلاد. شو اقول ما ظني شيء كبرى فندق في الدنيا العود في الدنيا العود ما ظني شيء كبرى. يا هو فندق من كبرى جميع المطاعم والليفلات كل دور ليفل. يعني الدور هذا الحين انا فيه مال جون كارتير وشوبارد والماركات عالميه انزين والدور والمطاعم الفخمه الكبيره. الدور اللي من فوق مال اونه مال العالم ها مال هذا على ما تشوفون بارك الله فيكم. هذا ابوي النهر اللي مره تحت فندقنا وهذا فندقنا شوفوا هذا فندقنا هي يا اخي فندق ابوي الله يلها مشكلة. كل موصول مول كم مكبرة تحت جميع المطاعم الدنيا على ما تشوف مرة تحته النهر يهيري. هذا يقول لك حافظ عليه حافظ حافظ وياسيني قدام بيت تم نهر يسجل بساتيني. هذا ابوي نهر يسجل بساتيني الله العظيم. شوف متى تفيقوا سووا الدنيا هذه كلها ونحن وين هالدهر كله ارقود الا ما خلجنا كل جديد يعني ما شيء قديم ولا شيء محوحو ولا شيء شيء خير عنا الجو. يا سلام يا سلام يا سلام زاغي الفوز جو رابش. كان يقول في الليل يمده تو خبرونا قوم حساتين يقولون في الليل برد. قال الحمد لله انتم متوجهين وانا بعد متوجه شيء جاكيت واحد يعني لكن بس انت غلط لازم انا اسوي شو كل يوم صبح جاكيت ومسا جاكيت. لا واذا ما صدق جاكيتنا كلها تحت جاكيتك الله يحفظك جاكيتاتي كلها تحت. بارك الله فيك يا ابو محمد الله يحفظك. شفت اللي يقولون باكر مطر على فكره باكر يقولون مطر بيهم اي نعم تبارك وبالنواصي. اسميها بلان اسميها بلان اسميها بلان. هذا الحين نحن في نص البلاد في عين الماء مره في عين الماء ايوه في عين الماء هذه عين الماء مرة في السنتر. هات وين نحن ظاهرين من تحت النفق هذا ومن هذا الجسر اللي تونا مشينا عليه يعني هاي بلادهم هاي رياهم. يا حافظ عليهم على بلادهم مازينها. شوف يا سلام سلم بارك الله فيك يا ابونا. شو بقول القديم شيء والجديد شيء. جديد ترى موبايل هذا وين جديد الحين على فكرة ما بجديد يعني نص اللبس بأثري مرة من طحن مليون سنة. لا شيء مثلا في أوروبا شيء من البنيان القديم يعني شو يخلون الواجهة هاي واجهة البناية لازم تيها ويهدمون لي داخل كان آيل السقوط هدموه واللي خاري خلوه على عمل بحرة على ما تشوفونها خلوه على عمل بحرة لين يصيروا يبنون اللي من داخل يواصلون زيد في عبيد بس وش بكوه ما يتغير من البنيان اي شيء من داخل يغيرونه. هذا متى في حال انه آيل للسقوط ولا ما يتشاهد من داخل ولا كل شيء في خربان بدلوه على تكاليف على ما تشوفون هذه هاي واجهته. شو الكريد الكريد كم كبر هذي داخل الكريد يصير يخدمون داخل بطن البناية بين تذهب لكن الوي هو ما يختلف. هذا قانونهم هذا قانون الملكة ترى اللي حاكم فيهم الملكة إليزابيث عزر عليهم ما حد يحرد ساعه. أقول لكم هذا من الأسواق اللي وايد جميل يعني هذا مظهر من الفندق هاي لفت انتباهي وعيب قلت أصور لكم إياه يعني جميل. دور ما داره كل كيكينات حفيزات كبار يعني هو جميل يعني ما مرتي على اليمين والسال شيء مقاهي شيء محلات ما مجوهرات وشيء تحف وشيء كل ما تشتهي النفس
ويظهر منك على الشارع هذا بعد مقير شارع رئيسي عام يعني بعد فيها كل شيء. لكن يعني بهالمظهر لما تظهر من الفندق تمشى تمشى يعني تمشينا على ريولنا يعني يوم ظهرنا على ما تشوفونها شيء جميل يعني ما شاء الله بلاد جميلة 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 سبحان الله. هذا كله تظاهر من فندقهم من فندقهم من فندقنا أقول في وصفي لملبورن وصفي أنا وتوصيف الملبورن كأنك داخل كلها كمدينة كلها كمدينة كأنك داخل دبي مول. تخيل يعني دبي مول كلها عبارة ملبورن مدينة تسوق كبيرة فيها من المولات. تدخل المول تظهر بعد نص ساعة نحن حين إلا ساعتين ثلاث كله في مول واحد وأزقته وشوارعها جميلة وزحمته حلوة. شفتوا الزحمة الحلوة؟ ما بالزحمة الخانقة لا الزحمة الحلوة الخفيفة. شوف الزحمة الفنانة ما بالزحمة المزعجة والروايح المنهجة لا زحمة خفيفة داخل المول وفي السكيك لي من خاري عندك داخل دبي مول لكن على بلاد يعني قارة بنايات تب مستشفيات وأبراجها جسورها وأنهارها ويبالها كل ما تشوف شيء يعني ملفت للنظر شيء جميل والبلاد وايد فنانة وحلوة ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني يعني اللي ماي اللي يستراليا وماي ملبورن عبارة بوي ماي ماي بقعة البلاد وايد حلوة وعبارة عن قرى كل قرية تختلف عن الثانية. شفتوا القرية العالمية في دبي هاي نحن في قرية هاي المكان اللي نحن فيها عبارة عن مثل السوق الصيني أو المدينة الصينية بناياتهم وسيلماتهم ودكاكينهم مطاعمهم وما فضل عنهم كل شيء تتخيلون موجود ما بين الساعة عشرات الساعات بوي باله ما يبالي يوم يومين قالوا انها البلاد بوي ملبورن ما يبالها ثلاثة ايام واربعة ايام والله تحريتهم يبالغون. لا والله لا ما الله من يلومكم ابوي البلاد تسوى وتستاهل من يعنيلها حافظ عليها من البلاد يا سلام سلم والله اللي زين وفوق عن الزين مال شوبينج واللي يبوي والاسعار كلهم وافد حطوا في بالكم شارات لندن في الأسعار ماشية في الدنيا العودة أسعار لندن من استوت الدنيا هي غالية فلا تقارن أغلى عواصم العالم بأي مدينة في الدنيا العودة. فلذلك نفس البضايع ونفس الشيء لكن لندن أتوقع غلاها لأنها ضرائب ضريبة كبيرة ضريبة المفروضة في لندن على في التسوق وايد كبيرة فلذلك تلقطون كل شيء فيها أرقام خيالية وأرقام تخوف. فالبلاد والله تستاهل اللي أنتوا اللي في جولد كوست أبوي تحملوا التمون أنصحكم أبوي ما جيتوا هالبلاد ما كانكم جيتوا بقعة البلاد فنانة فنانة لا تضيعون وقت تعالوا قطار باص طيارة محمل تك على هواكم المهم منكم تون تقولون ما قلت لكم بتندموا ندم الندم حينما لا ينفع. المكان اللي نحن فيه حاليا تقريبا تحس به كأنك في اكسفورد ستريت نفس اكسفورد ستريت يا غير هذا تحس بأمان أكثر تحس انه ما حد يطالعك وانت تمشي شو لابس شو علمك شو خبرك شو خد شو ما خد ما حد درابك. لندن لو تشل قريطيسه العيون كلها ها يواجهون في القرطاسة ليش هالنها لو حتى قرطاسة حاط فيها ومبي ولا كنتاكي ولا شيات ينت العرب شو شار شو ما أخذ ولا لا 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 البلاد فنانة لا تقول ما قلت لكم بوي لأن أنتوا في جولد كوست تراكم بتندمون ندم ما عقب ندم أمايته هالبلاد البلاد فنان وغاوي غاوي
غاوي غاوي يعني بأي قياس. إن شاء الله الحول إني بخلي فريجي يقول إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله. أبوي طلبي أنا هالقبوب، شوفوا هذا أبوي غداي اليوم هالقبوب، شوفوا كم كبره. إنزين that's fine. Yeah. How many kg? 2.9 كيلو. ما شاء الله. You will make it for me this one. Thank you very much. And with the other one? Yeah. إيه دور لي دار عاد عشان كلت هذه أنا اليوم. Could you open it please? هذا نوع من أنواع المحار. شوف كم كبره. The back for that one. شوفوا هاي محارة. شوف اللي داخل بطنها حية. هب أوكي ناو ذا الشرم. This is 1 kilo. ما شاء الله. Yeah. This is 2 lobsters. وهذا اللبسة. How many kg this one? 2 is together is 3. About 4 kg. The لبسة. Together. Together. 3.1. 3.1. 3 kg. 3.1 kg. That's fine. Thank you very much. Yeah. Thank you. It's okay? Yes, fine. Okay. هاي امر بيانا اللي ابو ليها مساء لبستر العوده ها شلوا هاي كل الخراوشين وضبوع هو ما فضل عنها ويا ابو لي بس لحم ريش مسوي عاد بزنجبيل وثوم زين وهاي المحاره العوده ها اللي شفتوها مساء العوده هاي كم كبرها ها شي قطعوه من غير هذا اللي داخلها ها هاي يبون لان المحيط عندهم فيبون من داخل المحيط زين وهذا عاد هاي القبقوب العود ها شوفوا شو كم كبرك الذهب تاكل عاد وانتهى لين هذا منه وهذا ها وهذا الحشو ماله مال القبقوب هذا القرف ماله القرف بيت القبقوب سوى الحشو داخل مع العيش وهذا هاي الضبوع الاصبوع القروف والمقاريف كلهن يلا بس بقيت اخبركم عاد هذا عاده روح يسوى له ساويه هذا ها لين توني طلبته ام الربيان لبستها شوف كم كبرها ورديت وطلبت ابوي واحده من هذه لكن اللي طلبته شوفوها شو قايل لهن اسم هاي يبونهم من قاع المحيط ها والله لذيذ 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 كأنك تاكل شحمه هاي الوحده تايب كيلو كيلو شيء فيها مالتي انا اللي ابو لي اياها هاي وزنها كيلو لكن حلو هب حلو يعني حامز وفنان يعني مخدوم زنجبيل ولومي حاطين فيه وثوم ما ادري ايش قايل المهم انه وايد فنان لكن ضو نار الله المغدة اغلى مطعم بحياتي شفته توبه ان عدت لاكونن من الضالين حشي يا ابو هنا ابو الاسعار جهنم غالي فوق ما هذه يا ابو الياها شفتوها رميتكم اياها بساعه وهنتين من هاي غالي جهنم يعني من اغلى المطاعم اللي بحياتي دخلتها اغلى مطعم حشي يا ابوكم والله شكله ما يقول انه غالي لكن لما سرت ودخلت داخل وعرفت اليلسه قلت في خاطري اقول حق الجماعه شباب ترى ابوي المطعم هذا ديكوره عادي لكن يبين عليه انه مطعم عريق يعني شراته في عراقه في ما في فخامه في عراقة مثل الأهرام شيك كلاس لا لكن في عراقة يعني مثل قصر الحصن عندنا في عراقة ما في هذا اللي صالج ويزقر العرب وما أدري كيف لا فلذلك يعني المحل هذا في عراقة لكن غالي ضوء جهنم جهنم غالي زيادة على اللزوم غلاء يخوف يلا بس عاد عليكم لكن صرت في الدنيا ما خليت شيء ما أكلته حتى يوم بقول كم بتمشي وكم بتسير وكم بتطالع ها شو بتطالع من ساحات لين أبراج لين دنيا لين تورات لين ها شو بقول في البلاد لا صار شراتة ولا تشفت لها النمونة
هاي ساحة بعد كم كبرها بضيانها ودنياها. والله يا ابوكم ينهب لا تستاهل وترزى والله من يعني لها بلاد وايد فنانة بلاد فنانة فنانة يعني من ساحة لساحة من مبنى لمبنى من مول لمول شي معفص شارات بنايات معفصة وهاي شا بناية بكبرها معفصة وهاي بعد شي يمينها مشوطر وتحتها يمين الضيان شو بقولكم ما في شي في الدنيا طبعا هذا غير برجيب بعيد أقولكم الساحة هاي اسمها فيدريشن سكوير فيدريشن سكوير مكان جميل والله يعني تحس بأنه مكان للآدمي لازم يعني له يعني يستاهل من يجيه المكان فنان ويالاستغاوية يعني شيء جميل يعني شيء فنان وقابل حد ما يسجل شيء الفنان يصير وجد المكان اللي ما بفنان مثلا هل حد يسألني فندقنا وين لكن أظن الطرف هذا ورا النهر هذاك فندقنا والتاج شفت التاج طفى لا البق اي والله رامج ترى يبند ويشتغل يبند ويشتغل سلك العرب وين ما تصير في القطع مسوين ابو ياس متحاوطين عليها ما لا اله الا الله كوارك مقبره شو بقول شيء بالعظمه ما زين الا ريحه الحطب ترى شيء ينعود المكان ذي خيبة لا تراني أنا تحرر المكان هذا في أول ما يتصور تحررنا أي الأسلام من يينا أبدا عقينا ثيابنا وصلينا وظهرنا ما تحتم وحده يعني الشيء المميز انك ما تصير حق تصير الفندق حق صلاة ورقاد صلاة ورقاد بس هب تصير حق يلسة وما ادري شو لا صلاة ورقاد الفندق حق صلاة ورقاد بس غير ماشي يا زين هالمكان يا زين هالجو اتصيح اذنيكم يا هالامارات اتصيح اذنيكم يا اللي ياسين في بقعة 55 درجة الحرارة لما أخبركم بوي بلدي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن منوا علي كرام شو بسوي بلادك ما تصبر عنها ولا نصبر عنها الدائم شديد بوي ما تدوم لنا إلا هي بحرها وزرها ورطوبتها وكل شيء صار هاي بلادنا ما نصبر أصلا مرة أنا روح ما دايم تيلس فوق حق أسبوعين 10 أيام الغربة أكثر عن 3 معات ما تروم والله يهبك لو جنة الخلد ما تروم تيلس في أكثر عن 30 معات عن عمري ما روم أكثر سفرة بحياتي حين خاصة من كبرت أكثر عن 30 معات ما روم أكثر أي لسة مرة سمت واحد بعيد عن البلاد ما روم هي والله يلا برايكم ممكن تشوفون هذاك هاك علم الهند علم الهند عبارة عن 3 ألوان الأخضر والأبيض والأورنج البرتغالي البرتغالي شعار الهندوس معروف شعار هم يشغلون اللون البرتغالي والأبيض والأخضر اللي هو علم المسلمين الإسلام اللي في الهند والأبيض شعار السلام اللي بين الهندوس وبين المسلمين فهم كيف يعني حاطين البياض بينهم بين البرتغالي والأخضر شعارهم السلام اللي هو اللون الأبيض بين الهندوس والمسلمين يا الله يا ربك تحفظ المسلمين والمسلمات وين ما داروا يا رب شوف الله عليكم هناك ها لا تصيرون بعيد ها طالعوه شوفوا ايه الإمارات وين ما تصير أبوية فوق الجميم أبوية فوق الجميم الإمارات وين ما تصد أبوية بعد تلقط نيشان لها الإمارات في استراليا في النرويج في وين ما تصد تلقط الإمارات ها فوق قمة البناية محطوطة تقولون ما قلت لكم ها وين أنا الحين بيلس في هاي البلاد اسمه كراون فندقنا اسمه كراون ملبورن كراون ملبورن ايوه
مصطفى ياسر تحفظه، حاب تحفظه اسال عنه توني عرفت اسمه، بس عم صور لكم اسمه. هذاك وين هو؟ هذاك وين؟ كراون ملبورن لهاك اللوبي الفنان، والله فندق وايد فنان، وايد وايد فنان، من اجمل الفنادق اللي شفتهن. والغرف ان شاء الله بصوركم حجرتي خلاف الليل ولا باكر اذا الله جعل من الحيين. رقم واحد بس اعطوني حجره يا غير ريحتها جقاره ريج، ريحه الجقاره تحرق العين وانا ما ادوخ. سهره ما طنق زين يلا بس عليكم، ما شي رمسه اصلا، بره 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 بس عليكم. يوم اللي رمسه ما قصرت. هذا ابوي برجيبل فرع ملبورن، برجيبل فرع ملبورن. والله شو بقولكم، البلاد ابوي رقم واحد والله يا ابوكم، كان غلطان تم غلطان اللي مي. ها شو ها شوف الشط تحت، تمشي ابوي فوق ما تنزل، ها شط تحت انهار ودنيا، شو بقول خير وخضره، بلاد 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 يا حافظ عليها. يا سلام سلام على ما تشوفون. ها شوف الله عليكم، هذه بلاد تتودر، بالله عليكم هاي بلاد تتودر. تصويري ما شاء الله علي، يعني علي بارده، خليت مصور رقم واحد. اي والله شوف اقولكم والله يا ابوكم، يعني اخيل اجاوب على هالسؤال. يسالون والله كم ساعه لين استراليا؟ ابوي لين استراليا 14 ساعة تقريبا، قاصر 10 دقائق. انزين ومن جولد كوست هي روحه وين احنا كنا، من جولد كوست روحه لين البلاد اللي الحين فيها نحن هاي ملبورن 3 ساعات ونص، وبعدين من هالبلاد لين البلاد الثاني بعد 4 ساعات. وانتم الا في بلاد وحده، كل انت الا في استراليا، هالاسبوع كلهن من بلادي عشرات، عباره كانك طاير من دبي تبى ابو ظبي 4 ساعات في الطياره، ومن دبي لراس الخيمه 5 ساعات في الطياره. ابو غازيلهم ابوي الكون كله، ماخذين ابوي نص الدنيا، كما بالدنيا كلها غازينها. نحن ابوي عباره مغدي فريج عندهم، الامارات كلها تغدي فريج ابوي في استراليا. والله عم صدق اقولكم عباره تشوفون ممشى مره على الكرنيش مالهم، ممشى من اول البلاد لين اخرها طرفين شرق وغرب. جميل ها ممشى حلو، والجو يرد الروح، وايد حلو الجو في هالمكان. عتيج ما شاء الله عليه يقدر من الضباب، قال لي بيجيكم برد من يدنا المغرب، بيجيكم برد قوي. قلت لي برد؟ قال لي نعم. برد قوي؟ قال لي نعم. يبول الحصان دم؟ قال لي هي نعم. يا رجال خلاني روع روع النص يجي براد، برد لا براد 15-17 هذا برد، هذا ما برد. البرد شرات اللي يكتبون، وفي ميونخ هذاك اللي قص الحصى، هذاك اللي يوم يقول لك والله يبول الحصان دم، هنا يقول لك هذا براد. يعني جو حلو، يعني جو حلو. شوف هاي الحين ارمسكم، ها هاي قهوة طاقة كم مكبرها، ما أدري كم متر بمتر طولها وعرضها، والوادم هاي اللي تشوفه الضيان كلها بوي دفايات. براد يعني برد لا ما برد، تروم تمشي ساير وياي وتبجا كيف وين تونا جايين. هذا الممشى بوي طوله كامل كل كافيهات، وهذاك وين فندق، هذا فندق الحين شفتوا، هذا فندقنا. اظني انا والله ما ادري يتبعهم لا يبينا، ترى الحين يوم نحن نظهر من طرف هذاك، شو هذا الفندق
مرة فوق عالي عالي خطفنا ورا البنايات هاي كلهن جينا من وراهن لوطنا لوطناها وانت تمشي وتغدينا ودخلنا كم من مول وصرنا المحل هذا مال قبقوب والبع وكلنا وعينا ونحن نمشي ها 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 لين ردينا نكس وين ما ظهرنا هذا فندقنا الحين عاد بنركب بنغير بنعيمنا الله خير بنتمسح بنصلي المغرب والعشاء وبنرقد ولأن الله يحفظكم باشر شيء برنامج الله يعلم به بهم باشر برنامج وين بيودونا جل الثلج هم بيود أنا أبوها أنت ما ترقدن الرحيش ما يرقد حدنا الأول حد يسميه رحيش وحد يسميه حريش ونحن تعاينا بهم العرب حد يسميه رحيش وحد يسميه حريش أنا روحي مستويت يزقر حريش واسمع العرب يقول لا أبوي هاي يسمونه رحيش تعاينا بكم ما عرفنا أبوي العدل من المايل نحن المراد عاد حينا طلع اسمها رحيش ولا حريش ما بيطول عمارنا أقول لكم باكر عاد هالسيرة ما يندرفها وين بي ودونا جدا ثلج جدا بحر جدا بر جدا نهر جدا ما أدري شو العلم عند الله فأقول لك الدنيا كلها تلب أمو ها طح كل دقيقة ندخل في مكان كل دقيقة دو ديكور غير كل دقيقة رنج غير ها وانت ساير لين نوصل بنايتنا هذه ما شيء باجي حينا يلا عبيني بيكم عايزان لنا من المعامل أنا شتنا مصباح الله خير من الساعة 6 الفير وأنا واعي من عقب ما صليت الفير خلاص ما شير قاعد بيني وبيكم قفت عيني في الطيارة نص ساعة شي تقريبا ساعة قاصر ربع شي تقريبا وريحت شوية الحمد لله وسعت من شاطي ما بس عليكم ولا بعدكم بس عليكم ولا يلا أنا مسعادة خلاص في الليل ولا باكر ما يندرى بعد شرمتي ود عمري عند الغمسة هذا فندقنا اللي خبركم عنه بلاد أقولكم من كبرى بلاد هذا الممشى بكبرى ودرنا الدنيا هذه كلها على ما تشوفونها آخر شيء أبوي بكان هذا المدخل البحري عادة منه والفندق على ما تشوفونه هذا المدخل يا الله يحفظكم يجيبك من وراء من جدة شو اسمه النهر حتى الباب لفت بالجلبي هذا حلو يعني بس الحين دخلنا الفندق بس عاد تدخل تنقز يا غزال يا ابو عيون السوق زين خالد ببدا ساحب جدي زواز ترى خبز ساعة كلام تيكل خبز قلت باي